طبعا نقول مساكم الله بالخير ويعطيكم العافية، وياكم أخوكم عبيد. طبعا اليوم بنتكلم عن الجروفي توكن. طبعا بنتكلم عن أهم المستجدات وأهم الأخبار وشو صاير في السوق بشكل مختصر وسريع كما عودناكم. طبعا الماركت كاب اليوم ما عشو مشكلته، أكيد بمشكلة أو بسبب الشيء اللي حادث أو الحاصل في المنصة أو الأبديت اللي صاير. أوكي، خلنا نتكلم بشكل مستعجل شوي. مخطط شامل محدد، حاطين الخطة الاستراتيجية أو الخطة اللي راح تمشي عليها الجروفي توكن خلال الفترات القادمة. فاللي يبغى يطلع أو اللي يبغى يشوف يعرف شو اللي صاير، يدخل يشوف إذا هل هم شغالين بطريقة صحيحة ولا لا. بس هم شغالين يعني بطريقة جدا جميلة وجدا احترافية. يعني أنا بأمانة أشوف المنصة أو أشوف الشركة هذه شغالة بجد، كل يوم مشروع، كل يوم في شيء، كل يوم. أنا على فكرة في وايد أشياء ما نزلتها، أنا أنزل الأبرز اللي راح يعني تم السوق. في أشياء يعني بسيطة تم السوق بس بشكل مخفف، فهذه ما لها داعي تأخذ وقت يعني. زين، ننتقل لهذه صفحة الويب سايت السي أو أو المدير التنفيذي للجروفي توكن. لو تشوفون شو حاط، حاط صورة اللي هي الميتافيرس والان اف تي، يعني شكلهم راح يدخلون الان اف تي. فهذه بعد من الاشياء اللي جدا 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 راح ترفع من سوق العملة. زين، نروح للي بعد. تغريدة، سنعمل بجد لتحقيق ما يلي. انزين، الجماعة يبون يدخلون في منصة جديدة. انزين، نحن رسميون في محادثات جادة مع أفضل 5 منصات تداول. انزين، لا وعود ولا أطر زمنية. انزين، من يدري ما سيأتي به الشهر القادم. طبعا هذا أمس البارحة، إن يعني أعرب أو تحدث أو قال في تغريدته إنه راح يكون في منصة جديدة من المنصات القوية اللي هو سي او في تغريدته. فنروح للبحثية خلال الأسبوع. طبعا ثاني عملة اللي هي عملتنا اللي هي الجروفي. انتم متخيلين ها؟ طبعا في منصة البيت مارت على الريت مالهم، ان لونه كلاسيك اللي هي الترند العالمي حاليا، طالع رقم 5 في منصة البيت مارت. وعملتنا اللي هي جروفي هي العملة الثانية. هذه يعني بوادر جدا جدا جميلة وجيدة تخلي العملة تروح للأمام. نروح للتغريدة اللي بعدها. متاح الآن على منصة البنك. منصة البنك دخلت في، يعني هي كانت من الشبكات اللي أعلنوا عنها إنها راح تندرج عليها اللي هي العملة، لكن اندرجت حاليا بشكل رسمي. فمن تاريخ اللي هو اليوم اللي هو 8/1/8، يعني 1 أغسطس. زين، وهذه تغريدة من البنك اللي هي المنصة، ان سيطلق اللي هي الجروفي توكن على البنك بعائد سنوي قدره 20%. ايوه، يعني هذا شيء جدا جميل. كيف يعني عائد سنوي قدره 20%؟ يعني أنا مشتري مستثمر بمبلغ، على سبيل المثال بنقول $1000، أحصل عائد سنوي 20% من الأسهم اللي اشتريتها بهذا القدر كل سنة. طبعا هذه عملة استثمارية، ف انت اكيد راح تخليها سنه سنتين ثلاث، عاد يعتمد على الشخص. يعني اذا اللي هو راح يريد يشوف اصفار تروح راح يخليها للسنوات. فهذا موضوع، وفي تفاصيل اخرى. طبعا احد التفاصيل اللي انا قريتها راح يكون في بعد فوائد يوميه، يعني مثل ما قالوا استمتع بفوائد المستقره اليوميه دون قفل اصولك. انا هذه ما فهمت فيها بالامانه، يعني لاني ما تعمقت فيها، خذيت فيها لفه بسيطه، شفت الفكره وعيبتني الفكرة أنه راح يكون في عائد سنوي. يعني إذا أنا أنصح حد يشتري من هالمنصة، لأن في عائد سنوي بالنهاية وفي ربح يومي. نروح لي في ناس طبعا طلبوا منا اللي هو أماكن الدخول المحدثة بناء على أن السوق نزل،
عشان اللي هي عملات الاجرو هي توكن. بس انا عندي ملاحظة قبل هذا كله، انا رحت اشتري في منصة البت اللي هي البت مارت، لما اي احدد مكان شراء واخليه للزمن، يعني انه ممكن اسبوع 10 ايام روحه يشتري، فاتفاجأ ان العملة، ان المنصة تاخذ من رأس المال 5%، يعني شيء جدا مش بسيط، يعني 5% رقم كبير يعتبر. يعني انا مثلا عندي $1000 تاخذ عني 5%، ليش؟ يعني صراحة انا افكر اجرب منصة اللي هي البنك، انا مش عارف كيف الفكرة، افكر اني مثلا احول الاسهم او اللي هي العملات الرقمية اللي هي الجرافا الجروفي الى منصة البنك. هذا بالنسبة لي انا، ليش؟ لان بحصل عائد سنوي يعني، وفي أفضلية، ويمكن لما راح أشتري من مناطق أخرى ما ياخذ عني 5% اللي هم ياخذونها غير. هذا واحد. أماكن الشراء يا طويلين العمر والسلامة حاليا راح تكون من بين اللي هي 25 و8 ولغاية اللي هو ال 25 تقريبا، سوري، لين ال 17.9. هاي منطقة الشراء الأولى، يعني ما يحتاج نذكركم كيف طريقة الدخول. نزل أكثر ندخل من تقريبا يا طويلين العمر والسلامة من 10 تقريبا فاصلة ستة لين 7.7، يعني هذا الحد الأدنى. بس السوق رايح على نزول، يعني العملة رايحة على نزول، طبيعي أي عملة تروح فوق وتحت فوق وتحت، يعني ما نقدر نحط نقول لا لازم العملة تكون بس طلوع بس ارتفاع، يعني كل قمة أقل عن القمة السابقة يعني في النزول. وهني خلنا نشوف هني العملة كيف رايحة. لا أنا حطيت اللي هو، وهني عفوا عشان أشوف كيف العملة تتحرك، يعني رايحة باتجاه هابط على الشكل التالي. عفوا بس طولنا شوي، فممكن في يكون في ارتداد، يعني ندخل هني قبل ما يكون في ارتداد، يعني الارتداد يمكن يكون حتى يكسر، هو مجرد ما يكسر هذه المنطقة راح يروح لمناطق كبيرة، يعني لازم يكسر هذا، يكسر هنا، ومش رايم يكسر، يعني يضرب يرجع، يعني حتى هني هذا دليل، هذا ثاني، فمش قادر يكسر هذا هاي الموجة. فإن شاء الله بس مناطق الدخول مثل ما قلنا اللي هي 25.8 لغاية 18، أوكي؟ والمكان الثاني أو الستيب 2 10.6 إلى اللي هي 7.7، يعني أنتم بكيفكم كيف بتدخلون، بس إن شاء الله تدخلون فيها قبل الله يكسر عشان تستفيدون. ويعطيكم العافية، والله يحفظكم ويوفقكم. وخلصنا اليوم.